وعلى آله وصحبه ومن صار على وجهه إلى وجهه. جامعة القدس المفتوحة تهتم بكشف القدرات الكامنة في أبناء هذه المحافظة، واليوم نحاول أن نكشف سيرة حياة الشاعر الفلسطيني الشهيد علي فودة. وكما هو معلوم، هذا الرجل هو واحد من أبناء هذه المحافظة، وتحديدا عاش ودرس في مخيم نور شمس. الكثيرون من أبناء شعبنا وربما من أبناء المحافظة حتى من أبناء نور شمس لا يعرفون أن هذا الشاعر تربى في هذه المحافظة، تربى في أحضان هذا المخيم. هو شاعر كبير في كل المقاييس، شاعر ترك أثرا وترك فنا وترك شعرا نعتز به، كما أن سيرته النضالية معروفة للجميع، ولتحديدا لأولئك الذين ناضلوا وعاشوا تجربته النضالية في بيروت وفي الإعلام الفلسطيني الموحد. لقاءنا اليوم هو لقاء ثقافي ضمن فعاليات يوم الثقافة الوطني، ندوة ثقافية وتسليط الضوء على الشاعر الشهيد علي فودة ابن محافظة طول كرم. الكثير من أبناء المحافظة لا يعرفون من هو علي فودة، وبيعرفوا أغنية إني اخترتك يا وطني لمرسيل خليفة، ولكن ما بيعرفوا انه كلمة هاي الاغنية هي للشاعر علي فودة. من فيه له العديد من الدواوين، الشاعر الشهيد شاعر الرصيف، كان يكتب المجلة تبعته ويوزعها على الثوار في بيروت اثناء الحرب، يعني شاعر من الشعراء العظام الذين نسلط الضوء عليهم في هذا اليوم. الشاعر علي فودة هو شاعر فلسطين ابن طول كرم، ونفتخر بباقي الشعراء اللي استشهدوا على الساحة اللبنانية والساحة الفلسطينية بأكملها. نحن الآن مشكورين إلى محافظة طول كرم بأكملها من المسؤولين بحفظ الأسماء والألقاب، لأنهم قاموا بهذا الواجب لشاعرهم الكبير علي فودة، وإن شاء الله لم ينسوا كل المناضلين الفلسطينيين. وشكرا لتلفزيون الفجر الجديد اللي بتواصل مع الشهداء، مع الأسرى، مع الجرحى، مع أبناء الوطن. شكرا لكم.